يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن وقت قيام الساعة قد اقترب احتجاجا بوجود أشراطها وعلاماتها؟ نعم هو قد اقترب، لكن متى يقوم، في أي لحظة، في أي ساعة، هذا مجهول لنا. أما أنه قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهو قريب بلا شك، كل ما هو آت فهو قريب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وعلاماته واضحة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. نعم.